نلقي محاضرات الطلاب. بالأسبوع السابق أو الدور اللي قبله وصلنا إلى example 2. إحنا أخذنا linear method اللي هي الطريقة الثالثة والأخيرة في حسابات water analysis system. قلنا الغرض من هذه الحسابات إنه أوجد قيم Q والهيد لوس اللي بيصير عندي بالبايبات. البايبات اللي مرتبطة مع بعضهم كونة شبكات. طريقة الكيو ميثود او اللينير ميثود راح نكون معادلات بقد عدد المجاهيل اللي عندنا، وقلنا بالدرجة الاساس نعتمد بالبداية على المعادلات اللي نكونها من الهيد لوس اكويجن، ومن ثم نكمل عدد المعادلات اللي نحتاجها من النودل ديسشارج اكويجن، وبعدين نبني عندنا نبني عندنا هذه الماتريكس اللي هي هذه ماتريكس البي وهذه ماتريكس الاف. ماتريكس البي ناخذ لها الانفرس ونضربها بماتريكس الاف والناتج يمثل لي كيو. قلنا هذه الكيو اللي نستخرجها لا تمثل قيم كيو للمحاولة الجديدة، وانما القيم كيو للمحاولة الجديدة راح تصير قيم كيو اللي فرضتها زائد قيم كيو اللي حصلتها من هذه الماتريكسات وقسمها على اثنين، الناتج هو اللي اخذه وابدي بيه المحاولة الجديدة. نسوي ريفيوهم على الاف. الاف مو مثل النيوتن ميثود كنا نطبق قيم كيو بالمعادلات الاصلية اللي عندي واحسب ايش قد يطلع لي الناتج، لا، الاف هي قيم الكونستانت اللي موجودة عندي بالمعادلات احولها للطرف الثاني. مثل هاي المعادلة الكونستانت الموجود عندي هو 0.6 احولها للطرف الثاني، هو هذا مثل الاف لهذه المعادلة. هذا ريفيو سريع على الطريقة لان صار لنا فترة من تركناها. فناخذ المثال الثاني اللي هو شوية مثال شوية اعقد مو اكثر عن المثال السابق. The pipe example 2. The pipe network of two loops as shown in below has to be analyzed by linear method for pipe flows for given pipe length L and pipe diameter D. قايل انا عندي هاي الشبكة متكونة من لوبات اثنين، هذا اللوب رقم واحد وهذا اللوب رقم اثنين، وهذه البايبات منطينا ارقامها داخل الدوائر هاي البايبات، وكل بايب منطينا ال L وال D وال K له. مرقم لي كل النودات، عندي اربع نودات كيو ان عندي هنا بنود رقم واحد مقدارها 0.6 متر مكعب بير سكند، وكيو اوت بنود رقم ثلاثة مقدارها 0.6 متر مكعب بير سكند. قايل حل باللينير ميثود. The nodule inflow at node 1 and nodule outflow at node 3 are shown in figure. اسمه constant friction factor F equal to 0.02. لكل البايبات هاي الخمسة قايل افرض انه الفريكشن فاكتور اللي هو الاف تساوي 0.02. طبعا اول خطوة تسويها انت بالحال اذا ما منطق قيم الكي انت تستخرجها، فاول شي راح تكتب قيم الكي فاول شي راح تسويه هي تكتب قانون الكي. الكي ايش تساوي؟ بدر ناصر. نعم دكتور. الكي ايش تساوي؟ شنو قانونها؟ الكي تساوي 8
بي اس 8 بي ال بي اس على باي 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 جي دي اس 5. اوكي باي تربيع جي دي القوة 5. شكرا بدر. احسب اذا اردت تحسب لي كي لاول باي اريد ذي الفقار ذي الفقار عباس محمد عباس عباس ترى صوت جاي يتقطع. اوكي عباس عباس هسه اذا اردت تحسب كي لاول باي وياي عباس محمد عثمان 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 هسه بدر قال لنا القانون مال الكي اللي هو 8 اف ال على باي تربيع جي دي القوة 5. اذا اردت تحسب كي باول باي اريد شنو البارامتر؟ يعني بمكان كل وحدة من دول الرموز حط لي الرقم اللي يخص الباي برقم واحد. بس عوض ارقام؟ اي بس ارقام ما اريد من عندك ناتج خلاص. يعني 8 اف، الاف ايش قد افوان؟ دكتورة نعم ترى صوت كان يقطع يمي عباس اي دكتورة الاف 0.02 نعم في الال 6 ال 300 الال اوكي لان احنا اذا نشتغل بفايف رقم واحد ففايف رقم واحد طوله 300 على فايف تربيع جي جي نعرفها 9.8 ايه. الدي القوة 5 الدي ايش قد؟ 105. شلون راح تكتبها بالقانون؟ اريد شلون راح تكتبها بورقة الامتحان؟ تقول لي تكتبها 150؟ دكتور نحاوله حاوله لازم ال 150 ملم بسين حاول قسمها قسمها على ايش قد؟ لا ألف قسمه على الف راح يصير عندك الدايمتر مو 150 راح يصير 0.15 وارفع القوه 5 يطلع طلع قيمه كي طلع قيمه كي مال شكرا عباس طلع قيمه كي شلون يعني؟ قلت الصوره يما مو واضحه ليش؟ مو واضحه ما في سبب النت عنده ضعيف كلش اوكي فهنا حسبنا قيمة كي وان بنفس الاسلوب لازم تنتبه للوحدات انه الطول بالمتر والدايمتر بالمتر مرات قلنا يجيك الطول بالكيلومتر وممكن يجي حتى بالمليمتر والدايمتر ممكن يكون سنتيم ممكن يكون متر مليمتر يجوز انج يجي حسب السؤال فهنا انت لازم تنتبهون الى تجانس الوحدات لازم كلها بالامتار لان انت لما تستخدم الجي 9.8 اللي هي التعجيل الارضي اللي خاص كتاب التعجيل الارضي اللي خاص بالنظام المتري فلازم كل الوحدات اللي عندك عفوا
فلازم كل الوحدات اللي عندي تكون خاصة بالنظام المتري، اللي هي الطول بالمتر، اذا عندي فوليوم بالمتر المكعب، اذا عندي تايم بالسكند، وهكذا. قلنا البقية البايبات راح اراعي نفس الامور في حساب الكي، بس اهم شيء انه انت بالبداية تحدد لي قانون الكي اللي راح تستخدمه، اللي هو 8FL على باي تربيع جي بي بقوة 5. اجي هسه هذا البايبات اللي عندي وهاي الشبكة، قسم كيو. تقسيم كيو مثل ما تعودنا من بداية هارد كروس الى ان وصلنا لهذا الطريقة الاخيرة، تقسيم كيو اراعي بيها الكونتينيوتي اكويجن. انت ممكن تقسم اي ارقام تخطر على بالك، بس اهم شيء انه كيو ان تساوي كيو اوت، والتقسيم لازم به اتجاه. من تقسمون اريد الـ على نفس الرسم تحط السهم اللي يبين اتجاه كيو اللي انت فارضه قيمة كيو فوقها فوق السهم. نوعه من اجا بدأ بنود واحد، نود واحد داخل لك كيو مقداره 0.6. فارض ان كيو 1 وكيو 5 وكيو 4 كلها خارجة من نود واحد. كيو 1 فرضها 0.1، كيو 5 فرضها 0.1، اذا هاي 0.6 0.1 من عندها تروح لبايب واحد، 0.1 الثانية من عندها هم تروح لبايب 5. اذا ذني فرضيات، بس انبوب 4 لازم يكون حساب مو فرضية. دائما الانبوب الاخير بالنود ما يكون فرضية، وانما يكون حساب الفلو. شلون احسبه؟ اقول للكيو اللي داخله هي مقدارها 0.6، طارت من عندها 0.2 راحت للبايبات 1 و5. اذا اللي بقى من ال 0.6 هي 0.4، لازم تروح لبايب رقم 4 هذه كيو 4.4 متر مكعب بير سكند. اذا الاربعة حتى اذا انت ما فارض لها اتجاه، اتجاهها هو يبين هنا. هسه راح نكمل، وصلنا الى نود 2. نود 2 كيو الداخل مقدارها 0.1، اذا كيو الخارج المفروض هم 0.1، اذا كيو 2 هي خارجة من نود 2 ومقدارها 0.1. نيجي بهاي الطرف على نود 4. نود 4 كيو ان مقدارها 0.4، اذا كيو اوت هي 0.4. كيو اوت ما عندي بس بايب 3 عفوا، اذا 5-3 هيكون اتجاه الجريان بي هو خارج من نود 4 ومقدار الجريان بي هو 0.4. وصلنا هسه لنود 3. المفروض اذا كل فرضياتنا صحيحة من اوصل للنود الاخيرة القاه متوازن. اذا كل فرضياتنا صحيحة حسب الكونتينيوتي اكويجن، لما وصلنا الى نود 3 حسبنا الكيو اللي داخلة للنود. طبعا الكيو الداخلة للنود 3 هي داخلة من 5-2 وخمسة وثلاثة، 2.1 فلو مالتها، خمسة ايضا 0.1، وثلاثة الفلو مالتها 0.4. فراح اجمع 0.4 زائد 0.1 زائد 0.1، صار مجموع الفلو اللي داخل النود مقداره 0.6. المفروض مجموع الفلو الخارج من النود ايضا 0.6، وهو هذا اللي موجود صح. هذا الفلو خارج من النود مقداره 0.6. اذا هم النوع استنتج انه فرضياتي صحيحه للكيو حسب الكونتينيوتي اكويجن. خلصنا هسه فرضيات الكيو، اجي اكون للمعادلات. اجي اكون معادلة. تكوين المعادلات انا احتاج هنا خمس معادلات لان عندي خمس بايبات. راح تكون معادلتين من الهيد لوس لان عندي لوبات 2، وثلاث معادلات من النودات حتى اوصل لخمس معادلات. معادلات النودل اجي اخذ اول نود اللي هو نود رقم 1،
طلاب كلكم دي قطعوا الصوت يمكم؟ دكتور أنا يمي زين ومرات مو زين، يعني بس زين. يعني تقطيع خفيف مو اوكي. قلنا راح نكون 5 معادلات. اثنين معادلات هيد لوس وثلاثة معادلات النودل. معادلات النودل تبدأ بالنود رقم 1. ايش قال؟ قلنا شكو فلو خارج من النود نطي اشارة سالبة، والفلو اللي داخل النود نطي اشارة موجبة. فإذا اجي على نود 1 راح يصير المعادلة 0.6 ناقص Q1 ناقص Q5 ناقص Q4 تساوي 0. نود رقم 2 Q1 ناقص Q2 تساوي 0. النود رقم 3 Q2 زائد Q5 زائد Q3 ناقص 0.6 يساوي 0. لهنا مو ياخذ من الواهز واكمل كل النودات، لا ماكو داعي. انا اذا احتاج 3 بس من معادلات النودل ديسجارج، بس وصلت لـ3 وقلت لكم اي 3 انتو تعجبكم، بس لازم تحددوا لي انت يا نود بدك تشتغل عليه. هسه هنا احنا ما ذاكرين، بس شفتوها بنيوتن كان يقول مثلا اف 1 يعني يقصد بيها لنود 1. اذا اشتغلت على نود 4 تكتب اف 4 او تكتب ليها كتابه هنا مثلا النودل ديسشارج اكويجن فور نود، او بين قوسين فور نود 4 فور نود 1 فور نود 3، او اذا النودات عندك على شكل احرف تكتبها هذه فور نود جي فور نود اي. المهم اعرف ان انت وين تشتغل على يا نود. خلصنا الثلاث معادلات اللي خاصه بالنودل ديسشارج. اجي هسه على معادلات الهيد لوس فانكشن. الهيد لوس فانكشن راح ابدي في اللوب رقم 1 اللي هو المثلث السفلي هذا. قلنا البايب اللي اتجاه جريان بي باتجاه عقارب الساعة بالهيد لوس كويجن راح ياخذ اشارة موجبة، واللي اتجاهها عكس عقارب الساعة بالهيد لوس فانكشن راح ياخذ اشارة سالبة. بس اذا اجي Q5 اذا اكمل فرتها بداخل النود اللي دا اشتغل عليه، يعني دا اشتغل على نود 1 سوري على لوب 1 اكمل الفر على لوب 1 اشوف انه باتجاه عقارب الساعة، اذا هذا ياخذ اشارة موجبة. الفايب 4 والفايب 3 هما اثنين هو بنفس الاتجاه دا يجي، دا اكمل الفرة مالتهم بداخل اللوب رقم 1 اشوف انه فرتها هي عكس عقارب الساعة، اذا تاخذ اشارة سالبة. اذا معادلة الهيد لوس فانكشن للبايب رقم 4 والبايب رقم 3 اثنين مشارتهم سالبة. هسه استنتجت الاشارات اجي بس اكون المعادلة، راح يصير K5 Q5 مطلق Q5 ناقص K3 Q3 مطلق Q3 ناقص K4 Q4 مطلق Q4 مطلق تساوي عندي 0، لما القيم الـ Q اللي احصلها هي الحقيقية المفروض تساوي عندي 0. نفس الاسلوب اجي هنا على اللوب رقم 2، اللوب رقم 2 هنا راح يصير K1 Q1 مطلق Q1 موجب لما باتجاه عقارب الساعة، زائد K2 Q2 مطلق Q2 ايضا موجب لما باتجاه عقارب الساعة، بس الـ5 لما اكمل فرتها بداخل اللوب 2 تصير عكس عقارب الساعة راح تاخذ سالبة. فصارت سالب K5 Q5 مطلق Q5 هاي تساوي 0. هاي المعادلات اللي عندي الـ5 راح اعيد ترتيبهم، فقط عادة ترتيب. شلون اعيد ترتيبهم؟ من عندهم استخرج الاف. احنا قلنا الاف هي تمثل الكونستانت اللي موجود بالمعادلة ان وجد. اذا اجي على اول معادلة الكونستانت الموجود هو الـ0.6، احول للطرف الثاني صار سالب 0.6. معادلة رقم 2 هذا الطرف ما بيه كونستانت تبقى مثل ما هي، يعني الاف مالتها صفر.
المعادلة رقم 3 بيها سالب 0.6 كونستانت، حولها للطرف الثاني يصير موجب 0.6. طبعا طلاب ملاحظة، هذه السالب 0.6 تنحذف، يعني احنا حولناها للطرف الثاني، بس هاي خطأ هنا واردة بالطباعة، فهاي رجاء تحفوها انتم يومكم بالقلم على ملازمكم. السالب 0.6 تحولت لي للطرف الثاني فصارت موجب 0.6، بهذا اللغت من الطرف الايسر. اجي على معادلات الهيد لوس، هم اركبها بنفس الاسلوب اذا كان عندي كونستانت احول للطرف الثاني، بس احنا نلاحظ انه معادلات الهيد لوس هي عبارة عن متغيرات. انا شو كنت يبين عندي الكونستانت؟ لما تكون عندي اكو فامب او اكو سودا لوب، يعني عندي خزانات، فهنا راح يكون عندي اكو كونستانت بمعادلات الهيد لوس. بس انا المنظومة اللي عندي هسه ما بيها لا خزانات ولا بيها فامب. هذا شوفون انه معادلات الهيد لوس هي عبارة عن متغيرات فقط بدون كونستانت، لهذا نزلت مثل ما هي والاف مالتها فقط صفر. هسه ارتب الماتريكس. ترتيب الماتريكس راح تصير ماتريكس الكيوز كلها من Q1 الى Q5 تساوي انفرس ماتريكس البي، اللي هي هذه شو تمثل؟ هذه تمثل الكونستانت اللي موجودة قدام كل كيو، يعني هاي السالب 1 هي معامل Q1 بالمعادلة الأولى، معامل Q1 بالمعادلة الثانية هو 1، فلهذا تشوف الجواب 1. Q1 بالمعادلة الثالثة مو موجود، إذا معاملها صفر، هذا الصفر. Q1 بالمعادلة الرابعة أيضا مو موجود، إذا معاملها صفر. Q1 بالمعادلة الخامسة الأخيرة معاملها K1 مطلق Q1، وهذا نزل. هسه بالنسبة للكولوم الثاني بالماتريكس اريدكم انتو تستخرجوا لي شلون استخرج. حنين سعود، حنين. نعم دكتوره. هسه عرفنا هذا الكولوم الاول بهاي الماتريكس شلون استخرجناه، الكولوم الثاني نعم قولوا لي شلون دا يستخرجه دكتورة. هنا أنا راح نشتاق ونخلي الاشتقاق موجود هنا بالماتريكس. الاشتقاق هذا بطريقة نيوتن رافسون فقط، طريقة اللينير ميثود ما بيها اشتقاق، لهذا تشوفون حالتكم معادلات ماكو اشتقاق. دكتورة بصراحة ما أعرف، يعني مقارنة المحاضرة. أوكي زين. حنين. زينب عامر. دكتورة تسمحي لي؟ نعم حنين. دكتورة هنا أنا راح نطلع المعاملات مال كل كيو. هذا الفرق عن نيوتن رافسون، إنه أنا مو أشتق، وانما معاملات كل كيو موجوده بالمعادلات اجي انزلها هنا. فاني هذا الكولوم الاول كان يمثل معاملات Q1. الكولوم الثاني شو يمثل؟ معاملات Q2 كل المعادلات. هسه اذا اجي على المعادله الاولى صفر، ما كل يعني Q2. Q2 مو موجوده بالمعادله الاولى، اذا معامل Q2 صفر. اجي على المعادلة الثانية. الكيو الثانية سالب 1 لان اكو موجودة. لان موجودة سالب Q2، فاذا معامل Q2 سالب 1 فخلي هذا السالب 1. المعادلة الثالثة 1 لان موجب. لان Q2 موجب فصار معامل Q2 1. المعامل والمعادلة مال هيد لوس صفر ما بيها كيو. Q2 حددي. ما بيها Q2 اي. نعم. والمعادلة الأخيرة نطلع هاي K2 Q2 مطلقة Q2، يعني نطلع قيمتها وننزل. هنا هاي المعادلة الأخيرة، بما أنه أنا دا أقول معامل Q2،
إذا شكو شيء ثاني عدا الكيو 2 يعتبر هو معامل. إذا ايش بقى إذا لغيت الكيو 2 ايش بقى؟ بقى كي 2 مطلق كيو 2 مطلق كيو 2. فلهذا كتب كي 2 مطلق كيو 2 والمعامل. شكرا حنين. زينب عامر يعني طلعتي ورجعتي فهسه اوكي الصوت تقدرين تجاوبين؟ هم نفس المشكلة لو تفتح مايك تطلع كيو 3. منو؟ عثمان؟ عثمان ست عثمان. اوكي عثمان زينب الظاهر عندها مشكلة بالصوت لان ده تفتح مايك بس ماكو صوت. الكيو 3 او ما راح نسميه كيو 3 راح نسميه هو تسميته صحيحة الكولوم الثالث بالماتريكس. شلون ده يستخرجه؟ ست الاولى صفر. الأولى معامل كيو 3 صفر لأن كيو 3 بالمعادلة الأولى أصلاً مو موجود. ما موجودة. بالثانية هم صفر ما موجود. نعم. بالثالثة واحد. لأن موجود. موجودة زائد كيو 3 فمعاملها موجب واحد. أوكي. بالرابعة. بالرابعة سالب كي 3 مطلق كيو 3 موجود. أوكي. وبالخامسة. وبالخامسة صفر ما موجودة. اوكي عثمان شكرا. بالخامسة قلنا ما موجود كيو 3 اذا معاملها صفر راح يكون صفر. شكرا عثمان. غدير خالد غدير كرار ماجد مرتضى يوسف نعم دكتور. هسه مرتضى الحد الكولوم الثالث استخرجناه هسه استخرج لي هذا الكولوم الرابع شلون؟ الرابع؟ هذا الكولوم الرابع نعم. ست في الأولى عندنا سالب واحد. منين جت السالب واحد؟ ست المعادلة رقم واحد عندنا هاي الكيو 1 ناقص كيو 4 ناقص كيو 5 زائد 0.6 يساوي كيو 4 يساوي هنا سالب واحد. معامل كيو 4 سالب واحد خلاه هنا سالب واحد زين. بالمعادلة الثانية ست صفر. ليش؟ ست ما موجودة. لأن ما موجودة كيو 4 فخلي صفر. المعادلة الثالثة كذلك صفر. اوكي ممتاز. المعادلة الرابعة عندنا سالب كي 4 مطلق الكي 4 كيو مطلق كيو 4 مو مطلق كي 4 ايه هنا نعم. ليش اخذ الكي 4 مطلق كيو 4 ليش ما مثلا اخذ بس الكي 4 شنو السؤال ليش اخذ كي 4 مطلق كيو 4 ليش ما اخذ مثلا بس كي 4 لان معامل معامل شنو كيو 4 معامل كيو 4 معناها ابقى بس كيو 4 شكو شيء ثاني يعتبر هو المعامل فاني اذا الغي الكيو 4 شنو اللي يبقى؟ يبقى سالب كي 4 مطلق كيو 4 فلازم انزل مطلق كيو 4. اوكي المعادله الاخيره 6 صفر ما موجود ما موجود. اوكي شكرا مرتضى. مو مرتضى؟ نعم دكتوره. صفر ما موجودة. كرار ماجد غدير خالد عمر واسمي ما عندي دكتورة موجود. عمر هسه بقى عندنا الكولوم الاخير والاف فد مره اثنين ومشتغلهم. الكولوم الاخير اللي هو الكولوم رقم 5 هو ماتريكس الاف اريدك تشتغل. نعم لهم. دكتور الكولوم الاخير يعني الكيو 4 والكيو 5 قصدك؟ لا هذا الكولوم الاخير خامس بس. بس الخامس. نعم اي دكتوره نزل معاملات معاملات منو؟
هسه عندنا ال كيو كي 1 مطلق كي 1 هذا معامل ال كي 1. لا 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 انتبه لي عمر هسه احنا نعم انا اشتغلت لكم اول كولوم قلت لكم معاملات كيو 1 بعدين الطلاب اشتغلوا حنين اشتغلت الكولوم الثاني قالت هذا معاملات كيو 2 وما اتذكر من اللي اشتغل الكولوم الثالث عثمان يمكن معادلات معاملات كيو 3 ومرتضى اشتغل الكولوم الرابع وقال هاي معاملات كيو 4 اللي بقى عندنا الكولوم الخامس اللي هو معاملات يا كيو دكتورة كيو 5 يعني قصدك معاملات كيو 5 فقول لنا نعم. شلون ده يحسب هذني سالب واحد نعم دكتورة حسب المعادلة الأولى الخطية المعاملة كيو 5 هو سالب واحد اوكي فحط السالب بالمعادلة بالمعادلة الثانية ماكو فيعني صفر نعم كيو 5 بالمعادلة الثالثة موجب واحد اوكي والمعادلة الرابعة دكتورة موجود موجود هذا أول واحد اللي هو كيو 5 كي 5 مطلق كيو 5 مطلق كيو 5 أوكي والمعادلة الخامسة نفس دكتورة موجود بس سالب واحد يكون سالب كي 5 كي 5 مطلق كيو 5 زين هسه عرفنا احنا هذا شلون استخرجه هسه أريد هذا الماتريكس اللي هي ماتريكس الاف شلون استخرجها الثانية قصدك دكتورة هذه الماتريكس دي تشوفها الشاشة قدامك مو مفتوحة اي دي تشوفون ده الشاشة شوف ثواني دكتورة اي ده شوف ماتريكس الاف هذه الارقام شلون استخرجها دكتورة هاي نرجع نعوض معادلة يا معادلة ثواني دكتورة بس اخلي استذكر دكتوره ما اتذكرها شلون صراحه الاف احنا قلنا هذه راح تكون الكونستانت اللي موجوده بالمعادله يعني انا بمعادله رقم واحد الكونستانت هو سالب 0.6 حطيته مباشره ها. هنا بالمعادله الثانيه طيب. نعم هل... صحيح دكتوره اللي يساوي بعد يساوي اللي بعد اللي يساوي يعني انا هاي سالب 0.6 كانت موجوده ويا الكيوات بالطرف الايسر فصفيتها بالطرف الثاني فإذا هذه الكونستانت هي اللي أخذها مثل ما هي بدون لا أطبق كيو ولا كل شيء هذا أنا أريدكم يعني تتميزون طريقة اللينيار عن طريقة نيوتن أنتوا بعدكم تربطون ويا نيوتن راكس المثال دكتورة لا اللينيار فقط معادلات خطية والنيوتن هتكون اشتقاق جزئيات فارشيال أعقد شوية من اللينيار لأن النيوتن أولا تشتق فارشيال ديريفيتيف نعم وتسوي ماتريكس المشتقات هاي وحدة اثنين ماتريكس الاف بالنيوتن هي عبارة عن تطبيق قيم كيو اللي فرضتها بمعادلاتك الأصلية هنا ما عندي لا مشتقات ولا عندي تطبيق كيو اللي عندي شنو مكان ماتريكس المشتقات صارت ماتريكس المعاملات من المعادلات نفسها اشتقها هاي وحدة هذا الفرق الأول الفرق الثاني ماتريكس الاف بهاي الطريقة اللينيار هي قيم الكونستانت اللي موجودة عندي بالطرف الأيمن بالطرف الأيمن من المعادلة هناك كانت لا بالنيوتن كانت انه اطبق قيم كيو اللي فرضتها بالمعادلات الأصلية والناتج هو اعتبره F هنا مثل ما هي استخدمها فلهذا تشوفون F سالب 0.6 اللي هي من المعادلة الأولى من المعادلة الثانية صفر خلاها مثل ما هي المعادلة الثالثة 0.6 المعادلة الرابعة والخامسة صفر صفر اوكي كران عمر هسه الخطوة اللي وراها ايش سوى يا دكتور نعم يعني الماتريكس مو بس بطريقة نيوتن الطريقة الاولى نقدر نستخدم ماتريكس طريقة لاينا لا طريقة الاولى احنا الطريقة الاولى لا هارد لا لا مو هسه انا اتذكر عنها حتى بالهوم ورك حلينا طريقتين احنا الطريقة الاولى وطريقة نيوتن اي الطريقه الاولى اللي هي هارد كروس وطريقه أي. نيوتن هاي طريقه نيوتن هاي الطريقه الثالثه هاي الطريقه الثالثه والاخيره اللي هي اللينير او نسميها الكيوميتر تمام اوكي هسه اللي عندي شنو انه هذه الرموز
اللي موجودة عندي هنا كلها حولها لا أرقام. قيم الكي أنا استخرجتها وكيو أنا أصلا فرضتها، فهذه مكان سالب كي 3 مطلق كيو 3 أحط ما يساويها من أرقام، طلعت لي قيمتها سالب 19830، وهذه مو ناقص، هذه سالب 17740، هاي قيمة سالب كي 4 مطلق كيو 4، بس هي طباعة الماتريكس هيجي صارت. يعني هاي هي اصلا هو يفتح لي ماتريكس بالطباعة، ما اقدر اتحكم بالمسافات اللي بيناتهم، هو يخلق هاي المسافة، لهذا صارت قريبة كلش. وهذه تمثل قيمة كي 5 مطلق كيو 5 اللي هي 5949، وهاي هي نفسها بس بعكس الإشارة، لأن هي سالب كي 5 مطلق كيو 5 فطلعت سالب 5949.3. هاي قيمة كي 1 كيو 1 652، وهذا قيمة كي 2 مطلق كيو 2 اللي هي 3305. هسه ايش صارت عندي؟ حولت الماتريكس من رموز الى كلها ارقام. اول شيء اسوي اخذ انفرس لماتريكس المعاملات، ورا ما اخذت الانفرس لماتريكس المعاملات اضربها بماتريكس الاف. من راح اضربها بماتريكس الاف راح تظهر لي هذه الماتريكس. هذه الماتريكس ما تمثل قيم كيو، هاي لازم تتفهم عليها، ما تمثل لا قيم كيو اللي تستخدمها بالمحاولة الثانية، لا، هذه الماتريكس لازم ناخذ الافرج مال هذه القيمة. يعني مثلا هسه كيو 1 للمحاولة الثانية ايش راح تساوي؟ راح تساوي 0.1 كيو اللي فرضتها زائد 0.3245 تقسيم 2، فطالع عندي الناتج مقداره 0.21227. هو هذا راح ابدي بيه الايتريشن الثاني. هسه هاي الايتريشن الاولى شرحنا كل تفاصيلها واستخرجنا الكيو، وقلنا هاي الكيو مو نفسها ابدي بيها المحاولة الثانية، لا، وانما اجمعها ويا كيو القديمة واقسمها على 2، الناتج هي كيو الجديدة اللي ابدي بيها المحاولة الثانية. بالمحاولة الثانية شنو اللي راح يختلف عندي؟ ماتريكس الاف ما راح تختلف عندي، لان ماتريكس الاف هي عبارة عن كونستانت، يعني ايش قد ما تتغير ما تختلف. المتغير اللي عندي هي قيم كيو هنا بماتريكس المعاملات بس. ذن الارقام شوف ايش كم، واحدة 1 2 3 4 5 6، ذن الست ارقام تعيد حساب المرة الثانية، يعني الكي مثل ما هي بس الكيو اختلفت. يعني هسه بالمحاولة الثانية راح تاخذ كيو 1.21227 هنا وتضربها في 6528.54 تستخرج فد رقم جديد عدد 652، فد رقم جديد راح يطلع لك. كملت كلهن، استخرجت الارقام الجديدة، هم ترجع تاخذ لها انفرس تضربها من ماتريكس الاف تستخرج كيو، شوف الى ان تثبت عندك قيمة كيو الجديدة مع كيو القديمة. بذاك الوقت اقول وصلت للحل الصحيح. يعني هسه مثلا هنا انا اقتربت بالمحاولة الثالثة، اقتربت من الحل الصحيح، يعني كيو 1 مكان 0.22277 صارت عندي 0.22452، يعني اقتربت تقريبا مرتبتين ورا الفارزة تثبت. حتى كيو 2 نفس الشيء، هم مرتبتين ورا الفارزة تثبت، وكيو 3 وكيو 4 وكيو 5، كيو 5 تثبت اكثر من مرتبتين، تثبت 3 مرات ورا الفارزة. فعاد الايتريشن الرابعة، بالايتريشن الرابعة شاف ان كيو الجديدة هاي خطأ وارد من دلتا كيو، هاي كيو نفسها القديمة بالضبط، فانت هنا من راح تجمعها ويا هذه القديمة وتقسمها على 2 راح يطلع لك نفس الرقم، لان وكأنه الرقم نفسه تجمعه ويا نفسه وتقسمه على 2، بالنتيجة يطلع لك نفسه. فبما انه هذا الرقم كيو نيو يشبه كيو من المحاولة نفسها الاولى او الرابعة من عندي، فاذا هنا ماكو داعي استخرج كيو الجديدة، اقول ان انا وصلت للحل الصحيح، فهنا اوقف الحل.
اوكي طلاب فاهميها؟ اوكي دكتورة. دكتورة؟ نعم. زين اللي نسوي هاي الجداول يعني مرة ما سويت هاي الجداول معلومة طبقت عليها وطلعت النتائج. يا جداول قصدك مال هاي ايتريشنات؟ بلي ده يعني قصدك الا تسويها بالاكسل لو الا تسويها تحسبها بيدك؟ احسبها بيدي قصدي لا بالكتاب. احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا اني هاي الاسئله اذا اجتي ماتريكس اكثر من 3 في 3 فما راح اطلب من عندك يعني توجد كيونيو، يعني ما راح توصل لهناك، عرفت؟ راح توصل وين؟ توصل انه تبني لي الماتريكس كارقام مو كرموز، يعني لحد هنا يعتبر خطا. لحد هنا تشوفون المؤشر وين؟ اريد الحد هنا، حد اخر ماتريكس. تشوفون هذا نهايه صفحه 8، هاي صفحه 8، نهايه صفحه 8 وين منتهيه؟ مو منتهيه، انه ماتريكس المعاملات عبارة عن أرقام فقط بدون الكيو بدون الكي، وماتريكس الاف أي أصلا هي كونستانت. هنا راح توقف الحد هنا، يعني هاي البوينت 3245.3245 ما تقدر تطلعها. هاي ايش وقت؟ في حالة انه انت عندك الماتريكس اكثر من 3 في 3، فانا راح اقول لك build the matrix only. من اقول لك build the matrix معناها اريد الحد هاي النقطة، انه اريد ارقام داخل الماتريكس، ما اريد هذا طبعا قيمة كيو جديدة ما تقدر تستخرجها الا هذا، تاخذ لها انفرس تضرب هاي، راح تصير معقدة اذا الماتريكس عندك اكثر من 3. بس اذا الماتريكس 3 في 3 انا ادري انتم تقدرون تسووها بحاسباتكم العادية، فيجوز اطلب من عندك محاولة محاولتين. اوكي فمو شرط تسوي لي اياها تيبل، هذا تيبل لان احنا اصلا حالينها بالاكسل شيت، حطينا لكم هذا الشيت مالته، تقدر عادي هيك تكتب اياها كتابة اذا انت بتشتغل ايتريشن واحدة او بتشتغل ايتريشن اثنين لحد هنا وها هي. اوكي محمد تمام دكتور عشتي ويبك. هسه اكزامبل 3 هنا راح تبدي التعقيد. Example 3 for the piping system shown below determine the flow distribution and piezometric heads at the junctions using the linear method. هو قايل لي using the linear method. هذا الشكل عرفتوه بعد، يعني مر عليكم أكثر من مرة بأكثر من محاضرة. هذا الشكل هو عبارة عن منظومة متكونة من 8 بايبات متكونة من خزانات 2 A و B، خزان A الإليفيشن مالته 50 متر، خزان B الإليفيشن مالته 30 متر، ما عندي بامب هنا بعد المنظومة بدون بامب. كل بايب منطيني عليها الـ R مالته، الـ R قلنا هي قيمة K، كتب تسميه R كتب تسميه K، فأنت إذا أجاك R هو نفس الكي، انت هنا لا تحتاج طول البايب ولا الدايمتر ولا كل شيء، هو محسوب وجاهز. فكل واحدة من ذول البايبات جواها الار مالتها، البايب رقم 1 الار مالتها 100 اللي هي الكي، وبايب رقم 2 الكي مالتها 500، بايب رقم 3 الكي مالتها 200 وهكذا. قلنا ما عندنا بامب، فهنا الاتجاه الجريان راح يحكمني باي جرافيتي. الجاينت او النود اف والنود جي اكو اوت فلو من عنده مقداره، كل وحده بيهم مقدارها 150 لتر بير سكند. قلنا هاي ال 150 لتر بير سكند راسا نحولها الى متر مكعب بير سكند، فراح تتقسم على الف، ال 150 تتقسم على الف فتصير 0.15 متر مكعب بير سكند. اجا كون لي اللوبات. اول لوب هي السودو لوب او اللوب الوهمية،
اللي هي بين الخزانات. اللوب الثانية هي اللوب اللي محصورة بين هاي البايبات الأربعة، واللوب الثالثة اللي محصورة بين هاي البايبات الثلاثة. اجا وزع الجريان، قال هذه Q1 اتجاه الجريان راح يفرضها من الخزان الى النود سي، لان هنا قال انا ما عندي فام، فاللي راح يحكمني هو فرق الاليفيشن. بما انه الخزان اي اليفيشن مالته 50 والخزان بي الاليفيشن مالته اوطى 30، فراح يخمن ان المنظومة اتجاه الجريان كلها هي من اليسار الى اليمين، يعني من الاي الى البي. فلهذا تلاحظون اتجاه الجريان فرض للبايب رقم واحد اللي هو من الخزان للجنكشن سي. البايب رقم اثنين هم بنفس الاسلوب، هو البايب رقم ثلاثة والبايب رقم اربعة. بايب رقم ستة فرضه هو داخل النود اف، وكمل فرضية كل البايبات. طبعا المفروض هنا انا هنا ما منطيني قيمة كيو ان شقد، فانت من راح تفرض هنا عندك 0.15 وهنا عندك 0.15 زين، وهنا فرضت كيو 4 هم خارجة. احنا قلنا لازم تكون المنظومة متوازنة، فهذول مجموعهم 0.3 اللي بالنود اف وبالنود جي 0.3، واكو كيو 4 هنا ما ادري ايش قد قيمتها بعدني ما مخمنتها او ما فارضتها. فكيو 1 تفرضها فد رقم فوق ال 0.3، هو هنا ايش قد فارضها كيو 1 فرضها 0.32. ليش فرضها 0.32؟ هو اعتمد على هذا الاساس. انت ممكن تفرض اي رقم ثاني وممكن يطلع لك الحل صح، او حتى اذا خطأ فرضيتك هو الحل راح يصحح لك الخطأ اللي تركته. بس هي هاي انه لازم تاخذك بأكد اشياء منطقية حتى تقربك من الحل الصحيح. فهي منطقيا انت منظومتك لازم تكون متوازنة، متوازنة يعني كيو ان تساوي كيو ات. انت اكو اثنين كيو ات تعرف قيمتهم، عندك ثلاثة كيو ات، هذا طبعا اعتبرته كيو اوت من داخل الخزان. لو مثل هذا انه ماكو ما موجود خزان بي، ما اجي على كيو 3 واعتبره كيو اوت، لا، لان هذا بعد دا يفتر داخل الشبكة، بس هذا دا يطلع طلع من الشبكة وراح للخزان، لان هذا اعتبرته كيو اوت. احنا نعرف اوريدي ان النقاط الخارجة من السيستم او من هذه اللوبات لازم تكون مساوية لنقاط الفلود داخله. فأنا عندي ثلاث نقاط خارجة من السيستم أو من اللوبات، اثنين من عندهم مجموعهم 0.3، Q4 ما أعرف إيش قد قيمتها. فهنا شي يقول لك، يقول لك Q1 هي الوحيدة الداخلة، فQ1 لازم تساويهن كلهن. زين أنت دا اثنين من عندهم 0.3 والثالثة ما تدري إيش قد، Q4 ما تدري إيش قد قيمتها، فلازم تفرض Q1 أكبر من 0.3. فهو فرضها 0.32. بديت الفرضية ابدي وزع، انت هنا حر بالتوزيع، بس المهم قلنا تراعي الكونتينيوتي كوهيجن. وزع كمل لما نوصل الى Q4، وجد ان Q4 قيمتها 0.02. اي وجدها مو فرضها، ترى قلنا اكو قيم نفرضها والبايب الاخير نوجده ما نفرضه، البايب الاخير لكل نود. يعني هسه هذا النود سي اللي هو هذا اللي بيه البايبات 1 و2 و6، واحد انا فرضته 0.32، Q2 ممكن افرضه مثلا 0.2، Q6 ما فرضه، Q6 اوجده شلون؟ اقول 0.32 راح من عندها 0.2 لQ2، اللي بقى اللي هو 0.12 يروح للQ6. فشوفوا اكو بايب بالنود دائما يكون انا اوجده مو افرضه، لان هو اللي راح يوازني الكونتينيوتي كوهيجن. فQ4 طلعت عندي 0.02. من نخلص الفرضيات اجي اشوف شنو الهنت اللي من عنده أقدر استنتج انه توزيعه صح او خطأ. مفروض قلنا QN يساوي كل QR، Q
qn هنا 0.32 qr صارت 0.15 زائد 0.15 زائد 0.02 لما جمعت هذول ثلاثته طلعت تساوي الm اللي هي 0.32 اقول اوكي هاي القيم اللي هنا بالرسم الثالث هاي مو قيم q اللي فرضتها قيم q الحقيقيه ورا ما خلصنا الحل حتى مخليكم اياها باللتر بير سكند مو بالمكتوب بير سكند هسه راح اجي على تكوين المعادلات تكوين المعادلات هنا انا هسه قلنا عندنا 8 بايبات اذا راح يصير عندي احتاج 8 معادلات عندي 3 معادلات من الهيد لوس يعني عندي 3 لوبات اذا اخذ 3 معادلات هيد لوس و5 معادلات النودل بدا بمعادلات النودل قايل لك اول فانكشن هي الفانكشن الخاصه بنود سي رمز لها اف سي اللي هي هنا هذا النود سي نود سي q1 ناقص q2 ناقص q6 تساوي صفر قلنا كل q داخل النود نعطي إشارة موجبة كل q خارج من النود نعطي إشارة سالبة تحرك على النود الثاني اللي هي النود d فهذه الفانكشن خاصة بالنود d اللي هو هذا النود هذا النود b q2 داخله إله إذن راح يصير q2 موجب Q3 وQ8 خارج إذن دول إشارتهم سالبة إذن معادلتك هي Q2 ناقص Q3 ناقص Q8 تساوي صفر المعادلة الثالثة هي للنود E هذا اللي قريب على الخزان B عندنا Q3 داخل للنود Q4 وQ5 خارج من النود فصارت Q3 ناقص Q4 ناقص Q5 تساوي صفر النود جي هدنا Q5 Q8 Q7 كلها داخلة للنود بس عندي الـ 0.15 هذه خارجة من النود إذن المعادلة اللي عندي هي Q5 زائد Q8 زائد Q7 ناقص 0.15 لأن مسحوبة مو أنساها هاي نقطة السحب لأن ترى ما تتوازن عندي النودال ديسشارج إكويجن بدونها ناقص 0.15 تساوي صفر وصلنا وين؟ وصلنا لهذا النود F النود F Q6 ناقص Q7 هم ناقص 0.15 يعني هم مسحوب من عنده تساوي صفر هذا النود F حد هنا خلصت 5 معادلات خاصة بالنودال ديستشارج هسه راح نجي لمعادلات الهيد لوس معادلات الهيد لوس اول معادله هي للوب رقم 1 اللي هو السودو لوب دول البايبات كلهم اتجاههم عكس عقارب الساعه بالنسبه لهذا اللوب اذا كلهم اشاراتهم سالبه ايش راح يصير عند المعادله سالب k1 q1 مطلقه q1 ناقص k2 q2 مطلقه q2 ناقص k3 q3 مطلق Q3 ناقص K4 Q4 مطلق Q4 زائد دلتا H دلتا H اللي هي 50 ناقص 30 فطلعت عندي هاي العشرين تساوي صفر بالنسبة للهيد لوس فانكشن الخاصة باللوب رقم 2 Q2 وQ8 اتجاههم موجب بالنسبة لهذا اللوب رقم 2 Q6 و Q7 هسه إذا أكمل فرتهم داخل هذا اللوب تجاههم سالب إذن إيش راح يصير عندي المعادلة K2 Q2 مطلقة Q2 زائد K8 Q8 مطلقة Q8 ناقص K7 Q7 مطلقة Q7 ناقص K6 Q6 مطلقة Q6 تساوي صفر فقط عندنا المعادلة الأخيرة من هذا اللوب رقم 3 هذه المعادلة الأخيرة راح تصير Q3 و Q5 اثنينهم اتجاههم موجب بالنسبة للوب رقم 3 و Q8 اتجاهها سالب لأن عكس عقارب الساعة
إيش صارت؟ K3 Q3 مطلق Q3 زائد K5 Q5 مطلق Q5 ناقص K8 Q8 مطلق Q8 تساوي صفر. لينا أشوف إنه أنا كونت 8 معادلات. راح أجي إيش أسوي؟ أشكل الماتريكس. الماتريكس هي ماتريكس المعاملات في الكيوات تساوي ماتريكس الاف. ماتريكس المعاملات نفس ما سوينا بالمثال السابق. اول كولوم يمثل معاملات Q1 بالنسبة للمعادلة الاولى معاملها الQ1 واحد. المعادلة الثانية ما بيها Q1 والمعادلة الثالثة ما بيها Q1 والرابعة والخامسة كلها ما بيها Q1. إذن الحد معادلة رقم 5 معاملات Q1 كلها صفر. معادلة رقم 6 بيها Q1 هذه. فسالب K1 مطلق Q1. معادلة رقم 7 ما بيها Q1 ومعادلة رقم 8 ما بيها Q1. إذن دول اثنين هم معاملات Q1 صفر. نفس الأسلوب أوجد معاملات Q2 اللي هي تمثل كولوم 2 ومعاملات Q3 اللي هي تمثل كولوم 3 وهكذا إلى أن أوصل للكولوم الثامن اللي يمثل معاملات Q8. هذه الماتريكس صفيناها، بقينا بهذا الطرف بس ماتريكس الكيو، وهذه ماتريكس المعاملات حولناها للطرف الثاني لهذا صار لها انفرس. هذه ماتريكس الاف. ماتريكس الاف قلنا باللينير ميثود تمثل قيم الكونستانت اللي موجودة عندي بالمعادلة. لما اجي على معادلة رقم 1 الطرف الايسر ما بي كونستانت، إذن الطرف الأيمن هو عبارة عن صفر فقط فخلاه صفر. معادلة رقم 2 الطرف الأيسر ما بي كونستانت، إذن الاف عبارة عن صفر. المعادلة رقم 3 هم نفس الشيء، الطرف الأيسر ما بيها كونستانت بس متغيرات، إذن قيمة الاف تبقاهم صفر. معادلة رقم 4 الطرف الأيسر يحتوي على كونستانت اللي مقداره سالب 0.15، حول للطرف الثاني صار 0.15 خلاه هنا في ماتريكس الاف. المعادلة الخامسة نفس الشيء، عندي كونستانت مقداره سالب 0.15 بس موجود بالطرف الأيسر، لازم احوله للطرف الأيمن. حولته صار موجب 0.15 اللي هو هذا. المعادلة السادسة هذني كل المتغيرات عدا هذا الرقم 20، ال20 أحول للطرف الأيمن صار سالب 20، هذه هي سالب 20. المعادلة السابعة والثامنة اثنينهم ما يحتوون على كونستانت، إذن الاف تبقى صفر. لهنا هسه عرفنا شلون كوننا الماتريكس. قيم الكي أصلا موجودة بالسؤال، هو منطيني اياها قيم الار. قيم كيو انا فرضتها هاي الارقام. اذن هذه الرموز اللي هي K1 مطلق Q1 تحولت الى رقم صارت سالب 32، سالب K2 كيو مطلق Q2 تطلع سالب 65، سالب K3 مطلق Q3 تطلع سالب 12، وهكذا بالنسبة لكل الرموز اللي موجودة بماتريكس المعاملات تتحول الى ارقام، فصار هذا شكل الماتريكس عندي. ماتريكس الاف قلنا هي كونستانت اصلا ما تتغير بكل الايتريشن. حليت هذه الماتريكس، سويت اخذت فيرس الماتريكس وضربتها بماتريكس الاف ووجدت الناتج اللي هي هذه ماتريكس الكيو 0.31703 0.13906 وهكذا الى 0.07391. for second iteration قلنا ما ناخذ الكيو مثل ما هي، انما ناخذ الافرج الكيو اولد زائد الكيو نيو تقسيم 2. فلما نجمع الكيو اولد هذه 0.32
زاد كيو نيو اللي هي 0.31703 وقسمها على 2 وجد كيو للايتريشن الثانية مقدارها 0.31859. نفس الشيء بالنسبة للكيو 2 جمع 0.13 زائد 0.13906 تقسيم 2 طلع الناتج 0.13453. نفس الاسلوب وكمل الى ان اصل لكيو 8. هسه هاي ايتريشن 2 تبدي نفس الاسلوب. ماتريكس المعاملات راح يختلف بيها هي قيم كي مطلق كيو. هنا مثلا كي 1 مطلق كيو 1 كانت سالب 32، هنا صارت كي 1 مطلق كيو 1 هي سالب 31.85. ليش اختلفت؟ لان هاي القيمة سالب 32 تعتمد على كيو، لان هي جاية من كي مطلق كيو، فبما انه تعتمد على كيو اذا هي بكل ايتريشن هي راح تتغير. وانتو اذا تنتبهون ترى هي هذه القيم اللي اذا صحح الجريان، لان احنا ماكو شيء ثاني يتغير بالايتريشن عداها، لان بقية المعاملات هي يا واحد يا سالب واحد يا صفر. وماتريكس الاف قلنا هي كونستان ثابتة بكل الايتريشنات تتغير، فأنا الوحيد اللي دي يغير لي الحل ودي يقربني من الحل الصحيح هي قيم كي مطلق كيو اللي كل ايتريشن دي تتغير. وجدت قيم كيو نيو، شفت انه بعد اكو اختلاف قليل، فش اسوي؟ هم نفس الشيء اوجد كيو للايتريشن الجديدة من ايجاد معدل كيو نيو زائد كيو اوت. فكيو نيو زائد كيو اوت تقسيم 2 اوجد كيو للايتريشن الجديدة الى ان وصلت انه كيو نيو تساوي كيو اوت، واقول هنا وصلت الحل الصحيح. طلاب احد عنده سؤال؟ حد هسه؟ واضح دكتورة. زين هسه انا راح اعوفكم 5 دقائق وارجع لكم، فاستاذنكم 5 دقائق فقط وارجع ان شاء الله. نرجع للمحاضرة الطلاب. هسه المثال الرابع عقد الحالة شوية أكثر. قال لك نفس الإكزامبل السابق اللي هو إكزامبل 3. Considering a pump located at 5.1 with head of pump equals 250 minus 0.4 Q minus 0.1 Q target. نفس الشكل السابق، الفرق انه اني اتخلى عندي بومب على بايب رقم 1. هذه البومب انطاني معادلة الهيد اوف بومب الخاصة بها، هذه 250 ماينس 0.4 كيو ماينس 0.1 كيو كيرفي. وبقت كل البارامتر البقية مثل ما هي. طبعا وجود البومب بهالاتجاه هذا ما راح يأثر لي هواية على اتجاه الجريان. ليش؟ لان وجود البومب هو صار يضخ المي باتجاه مثل ما كانت تشتغل باي جرافيتي، يعني معكس لشيء من الاتجاهات. احنا قبل شوية مفرضنا الاتجاهات، قلنا بما انه ما كانت عندي بومب بالاكزامبل السابق 3، فقلنا اذا الدافع او المحرك اللي راح يدفع الماء انه يتحرك هو تأثير الجاذبية فقط. فاذا قلنا نبدي من الاليفيشن العالي الى الاليفيشن الواطئ، فبدينا من خزان اي الجريان وكأنه دا يندفع الى خزان بي. هو من هنا من اجا وخلى هذه البامب على بايب رقم 1
يعني وكأنه ما غير شيء بالاتجاه عدا انه ضاف لهيد. فش صارت عندي؟ صارت عندي فرضيات الاتجاه كلها نفس الشيء، ما تغير عندي شيء بالفرضيات. وحتى نقدر ناخذ نفس الارقام، نفس ارقام كيو اللي فرضتها بالمثال السابق، نقدر نفرض كيو 1.32 ونوزعها ونوجد كل الكيو. هسه انت حتى اذا فرضت الاتجاه خطأ، هو قلنا راح يتصحح بالحل، يعني ترايل اند ايرور الى ان تصل للحل الصحيح. فليش ايش طلاب؟ شو هواي من عندكم دا يطلع؟ يعني باقين 19 طالب بس، ليش؟ انتم عددكم 32. هسه نجي اللي راح يختلف عندي، هي تكوين المعادلات. تكوين المعادلات نفس العدد راح احتاج، هم 8 بايبات، احتاج 8 معادلات بنفس الترتيب، 3 معادلات هيد لوس و5 معادلات نودل ديسشارج. رتب لي معادلات النودل ديسشارج، راح تنزل لك معادلات النودل ديسشارج مثل ما هي، يعني انا ما راح ياثر لي شيء انه كيو الداخل انطيها اشارة موجبة، كيو الخارج انطيها اشارة سالبة، وقلنا الكونستانت بعدين نصفيه بالطرف الثاني. هسه المهم انه ارتب المعادلات اول مرة بصيغة العادية، وبعدين عود الكونستانت ممكن ننقلها للطرف الاخر. اللي راح تختلف عندي هي معادلة الاف 6 فقط، المعادلة الخاصة بالسودو لوب، لان هي اللي نضاف لها البومب، لان البومب موجود على بايب رقم 1، وبايب رقم 1 اللي هو هذا موجود بلوب 1 فقط، ما موجود لا بلوب 2 ولا بلوب 3. فاذا وجود البامب راح ياثر لي على على الهيدلوس اكويجن اللي خاصه باللوب رقم 1. لما اجي ابني الهيدلوس اكويجن، اجي اباوع اللوب اللي عندي. اللوب اللي عندي اتجاه الجريان البايبات كلها هي بهالاتجاه هذا، لما اجي اكمل فرتهم داخل اللوب نشوف ان اتجاه الجريان بيهم كله عكس عقارب الساعة. هذا راح يصير كي 1 كيو 1 مطلق كيو 1 سالب ناقص كي 2 كيو 2 مطلق كيو 2 ناقص كي 3 كيو 3 مطلق كيو 3 ناقص كي 4 كيو 4 مطلق كيو 4 زائد العشرين اللي هي الدلتا اتش، فرق الخمسين عن الثلاثين، فرق الاليفيشنات بين خزان اي وخزان بي، ناقص الهيد اوف بامب. الهيد اوف بامب انطيني معادلته هذي 250 ماينس بوينت فور كيو ماينس بوينت وان كيو تربيع، وبمكان كل كيو راح تخلي كيو وان. ليش اخلي كيو 1؟ لان البامب هذه مثل ما تشوفون بالرسم موجوده على بايب رقم 1، اذا هذه الكيو هي كيو 1، هاي وحده. زين اني اتجاه الجريان في البايب اللي عليه البامب، هذه الصوره شوفها، اتجاه الجريان هو عكس عقارب الساعه. عكس عقارب الساعه يعني ياخذ اشاره سالبه، واني اصلا الهيد اوف بامب هو ناقص الهيد اوف بامب، يعني هو اصلا بإشارة سالبة فصارت موجب، فتقول زائد وتفتح قوس تنزل كل الهيد اوف بامب، كل معادلة الهيد اوف بامب اللي هي زائد تفتح قوس 250 ماينس بوينت 4 مطلق كيو اللي هي هذه ماينس بوينت 1 كيو 1 تربيع، تد القوس تقول يساوي صفر. هذا كله اذا هي 20 زائد الهيد اوف بامب، هاي كل ال 250 ماينس 0.4 مطلق كيو ماينس 0.1 كيو 1 تربيع
هذه كلها هي الهدف. فش صار عندي طبعا معاملات الكيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكيو 4، هذه ماتريكس المعاملات بعد ما امر عليها، لان هذه الماتريكس ما يتغير بيها شيء بكل مره، هي مثل ما هي تنزل. واللي راح يتغير عندي هي ماتريكس الاف، هذه ماتريكس الاف بالنسبه لاول معادله، عفوا الطرف الايسر من المعادله ما يحتوي على كونستانت، اذا راح تبقى اف 1 تساوي صفر، فنزلنا الصفر. اف 2 الطرف الايسر ما يحتوي على كونستانت، اذا اف 2 تبقى تساوي صفر، فنزلناها اف 2 صفر. اف 3 نفس الشيء، هم الطرف الايسر ما يحتوي على كونستانت، فنزل صفر. اف 4 الطرف الايسر يحتوي على كونستانت، مقداره سالب 0.15، حول للطرف الثاني صار 0.15، فنزلت الاف مقدارها 0.5. اف 5 نفس الشيء، سالب 0.5 بالطرف الايسر احولها للطرف الثاني صارت 0.15. هسه انكم تنتبهوا لي على اف 6، اف 6 بيها 2 كونستانت اللي هي زائد 20 زائد هيدا اف 5، فهذول اثنين يتحولون للطرف الثاني، فشي يصير؟ يصير ناقص 20 ناقص الهيدا اف 5، فيصير ناقص 20 ناقص هيدا فون الاف سبعين والاف اي اثنين هم يحتوون على كونستانت فاثنينهم صفر. هسه هذه الماتريكسات ورا ما افرض قيم كيو تتحول الى ارقام، ماتريكس ارقام، هذه ماتريكس المعاملات اخذ لها انفرس اضربها بماتريكس الاف واوجد قيم ال الكيو الجديدة. إذا تلاحظون إنه هذه يا كيو 1 2 3 4 5، كيو 5 طلعت لي إشارة سالبة، طبعا هاي راح تصير كيو 5 للايتريشن الجديدة، هي كيو 5 القديمة اللي هي قيمتها 0.04 زائد سالب 1.43025 تقسيم 2، الناتج راح أخذه للسكند ايتريشن. وال كيو 8 هم طلعت لي إشارتها سالبة، بس إشارة سالبة كلش قليلة، يعني سالب 0.0017، يعني ممكن يغير لي اتجاه ممكن ما يغير لي. احنا قلنا ما تطلع لنا إشارة سالبة معناها اكو احتمال كلش كبير عندك انه الاتجاه جريان ينقلب. فلما كملنا حال ايش وجدنا؟ وجدنا انه اكو قيم كيو تحولت الى قيم سالبة، يعني انه هذه كيو 5 صارت سالب 0.26136، بس قيمة كيو 8 لا ما تغيرت، يعني بقت موجبة. هذه السالبة شنو معناها؟ هذا تأثير البامب، هنا بين بين على 5.5 انقلب اتجاه جريان بي نتيجة اختلال الضغط، هذا اختلال الضغط سببه وجود البامب. احنا بالمثال السابق كيو 5 ما طلعت عندنا اشارتها سالبة، يعني مثل ما فرضناها انه اتجاه الجريان يتجه من الخزان A الى الخزان B نتيجة فرق الاليفيشنات بيناتهم، فطلعت لي كيو 5 مجرد تصحيح بسيط بس ما قلب لي الاتجاه، بينما هنا لا قلب لي الاتجاه الكيو لانه طاها اشارة سالبة. هذا السبب شنو؟ سبب وجود البامب، وجود البامب اثر لي على اتجاه الجريان بالفايف رقم 5 فقط نتيجة اختلال الضغط. ناش قايل؟ قايل اني اذا فرضت غير ارقام للكيوات، فرضت ان كيو 1.9 بينما هناك ايش قلت كنا فارضينها؟ كنا فارضينها 0.32، هذا كيو 1 كنا فارضينها 0.32، هنا قال لك لا راح افرض غير ارقام، وكانه حل طالب ثاني، وانا قلت لكم حلين يعني الشابهات بنفس الاخطاء معناها غش، وهذا الشيء شفته بالهوم وركات اللي دا تجيني حلول مش شابهه، ولا تقولوا لي توارد خواطر وصدف وما اعرف شنو. الصدفه ممكن تصدف انه انت تفرض رقم واحد بقية الحل مختلف، ما
ممكن تفرض رقمين وبقية الحل باختلاف، بس مو انه الصدفة انه الحل كله نفس الشيء باخطاء. مرات اللي دا تغشون من عنده اللي هو ما دا عرفه منه دا يخطأ، هو جل من لا يخطأ، دا يخطأ بفت شيء طبعا انت بدون تفكير انت جابس نقلت نقلته باخطاء. فمن انا اشوف نفس الفرضية بنفس الاخطاء هاي لو تنطيها لطفل يقول لك هذا غش مبينه. فلا تقولوا لي توارد خواطر ونفس التفكير، ماكو عقلين يشتغلون بنفس التفكير، ولا كان طلعوا عندنا طلاب اثنين بنفس الدرجات تماما اذا نفس التفكير. المهم هسه هاي الفرضيه الثانيه شنو؟ غير الانيشال فاليو للاسامبشن اوف كيو، كيو 1 وكيو 2 فرض غير ارقام وقل لك انه طالب ثاني بيحب. كمل الحال، كون المعادلات طبعا من جديد، كون ماتريكس جديدة وحلينا مرة ثانية. هذا حل example 4 with another initial values، يعني نفسه هو الاكزامبل اللي عندنا بس هذا initial values غيرتها. لما غيرتها هنا Q5 والتغيير وين صار؟ مو بس بالقيم، وإنما Q5 اتجاهها فرضت نفس الاتجاه اللي الصحيح المفروض صحيح. فصار عندي، صار عندي إنه Q5 طلعت لي إشارتها موجبة مثل ما هي، ما صارت سالبة. هاي نتيجة إنه أنت فرضيتك عرفت تفرض صح. هي مو خطأ إنه تفرض خطأ، ما بيها خطأ أبدا كاتجاه. أنت مو خطأ لأن أنت ما تعرف الاتجاه الجريان شلون، بس الخطأ وين؟ الخطأ بمكانين أحاسبكم عليها بالفرضية. المكان الأول إنه أنت ما توزع حسب الكونتينيوتي إيكويجن، يعني لما أجي على النودات مالتك ما أشوفها متوازنة، أحسب كيو إن ما يساوي كيو آر. هذا الخطأ الأول اللي أحاسبك عليه بالفرضيات. الخطأ الثاني اللي أحاسبك عليه بالفرضيات انه انت لما عندك بامب قلنا هذا اتجاه الجريان بي، هذا ما بي مجال المناقشة، ماكو انه كل واحد يفرض الشكل اتجاه دا احكينا على اتجاه. فهنا هذا الشيء الثاني اللي احاسبك عليه بالفرضية ان الفايب اللي عندك عليه بامب انت اتجاه الجريان مالته تحدد مسبقا انه الفلو لازم يكون خارج من البامب مو داخل البامب، بالعكس لأن البومب هي الضخلة مو تسحب. قلنا هاي الفرضية الثانية أو الحل الثاني بفرضيات مختلفة. هسه اللي بقولنا من هاي الملزمة واللي هي آخر ملزمة بال Network Analysis هي Example 5 اللي هو نفس المثال الثالث، بس ايش سوى؟ لعبها غير لعبة، خلالك البومب على 5 رقم 4. طبعا هو من خلى البومب على 5 رقم 4 قلب المنظومة كلها، لان هنا انت بمكان ما جريان يتجه من A يعني من اليسار لليمين، انت هنا لازم تغير كل اتجاه جريانك من اليمين لليسار، يعني عندك مضخة تضخ لك. فلهذا تشوفون اغلب الفايفات اتجاه جريان بها اختلف. هذا example 5. example 6 هذه خزانات ما عندي لوب مغلقة حقيقية، مجرد خزانات السودو لوب، بس انتبه انه عندي summation k of f لازم اعرف تأثيرها على الحل. example 7 نفس الخزانات السابقة بس ضاف لي فام وضاف لي قيم لل summation k of f عدد صفر كأرقام ونشوف تأثيرها. example 8
example اي عندنا هاي منظومه شوي معقده، هذا سؤال امتحاني اللي وقته من السنوات، هذا example اي عندي ثلاث خزانات وعندي real loop وعندي pseudo loops وعندي summation k عندي pump، يعني تقريبا هذا شامل كل الحالات شلون اتصرف وياهم. طبعا هذا بيت الشعر ما ادري شنو ساحبته هاي النسخ وعطيتها ورقيه للطلاب بدون هذا بيت الشعر، بس قريته وعجبني فكنت فاتحه المحاضره طبعته، يعني سوري صار عندكم موجود، انا ما من انه اعطيكم ورقيه فهاي اشياء مهم، بس هو حلو معناه هذا بيت الشعر كله. example 9 هذا ايضا سؤال امتحاني كان، هو تقريبا مشابه لهذا example اي هم موجوده كل الحالات عندي، عندي real loop عندي pseudo loop عندي pump عندي summation k وشون اتصرف وياهم، فهذه اسئله امتحانيه لهذا ضمنتها كامثله من العام السابق، قلت حتى تستفادون اكثر حالات ممكن تجي بالامتحانات. هاي الامثله من 5 الى 9 راح نبلش من المحاضرات الجايه انتم تشرحوها طبعا وانا وياكم، يعني مثل ما تعودنا انه هذي اسماء وتشرحون وانا اتداخل وياكم، والسؤال اللي يسالونه الطلاب اساعدكم باجابته او انتم تجاوبونه، الشيء اللي ما يفهمونه من عندكم الطلاب اعيد شرحه بغير اسلوب، بس المهم اريدكم انتم تقرون من اكزامبل 5 الى نهايه الملزمه، لان هذا ان شاء الله على المحاضره الجايه نبدي ناخذه انتم تشرحوا. احد عنده سؤال طلاب على الماده؟ انا عندي بس مو على الماده. محمد بدي دكتور تفضل. ايه خصوص المشروع خصوص